إخوان أخوات، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات بلقابين. نتمنى تكونوا بخير وأنا سعيد بلقياكم. الفيديو ديال اليوم جبتكم بجوج قصص، واحد القصص غيجيب لكم الله من الخيال العلمي، ولكن هي قصص واقعية طرات في الحرب العالمية الثانية، ونين قريتها تصدمت وبغيت نبارطاجها معكم. القصة الأولى تدوي على واحد المش ما عندوش زهر، وداك السيد اللي خرج هذيك الكلمة بلا المشاش عندهم سبعة الرواح راه ما كذبش. واحد المش كان تأمباركا في واحد الباطو دو غير في 1941، وتخيلوا معايا ان باطو لا كان ضرباتو انتوربي وغرق في وسط لوسيون، دونك تكون عندك واحد لا شونس قليله باش تنجا. في الحرب العالميه الثانيه كانوا بزاف ديال لي مارات يموتوا، وهذاك المش في الحرب العالميه الثانيه في 6 شهور طلع في 3 ديال الباطوات، وهذوك 3 ديال الباطوات كانوا غرقوا في وسط لوسيون وتيموتوا بار اكزومبل 2800 واحد، وتيبقاو عايشين 111 واحد اللي تيجيو يعتقوهم، وديما تيكون مع هذوك الناس اللي تيتعتقوا. دونك هذه تكون القصة ديالنا، والقصة الثانية غتكون أغرب من القصة الأولى، حيت غادي ندويو على واحد الدب كان تكاجا في لارمي ديال بولونيا وكان عنده لو كراد تاع كابورال. هاد المش كان سميتو سام لانسوميرسيبل. علاش هاد السمية؟ حتى هي بالعربية تعني سام اللي ما تيغرقش، دوز هاد المغامرات كاملين ودونك ما ماتش، دونك هادي هي السمية اللي كانوا سماو عليه. القصة ديالو غادي تبدا في البيسمارك. الإخوان غادي ندير واحد النقطة هنايا، حيت كنت باغي ندير واحد القصة على البيسمارك، باغي نعطيها 10 دقايق ديالها، وني جات هاد القصة ديال هاد المش اللي ركب في هاد الباطو لي ألمون اللي سميتو البيسمارك، غادي ندوي لكم عليه بعجالة ونرجعو للقصة ديالنا ديال المش. الإخوان تخيلوا معايا واحد لا مونتاين ولا واحد الجبل ديال الفولاد وديال الحديد غادين في لوسيون اتلانتيك ولا الباسيفيك، وتغرق اي باطو تلقى معاه. البيسمارك كانت واحد لا كرياسيون الموند اللي الى يومنا هذا عمره ما داروا شي باطو بحال هذاك البيسمارك اللي كانوا صوبوه في 1941. هذاك الباطو كان ديال لا اونتيز ديال لي باطو كاملين، اي باطو تيعرف لو كاب ديالو غادي في شي جهه تيقلب لو كاب الاخر، حيت ما تيبغيش تلقى معاه، حيت انت تلقى معاه تيغرق كلشي. دونك كان خلق واحد المشكله كبيره لا مارين اونغليز في الحرب العالميه الثانية. وشنو ترى؟ واحد نهار تلقى مع الأود اللي هو أحسن باطو اللي كان تصوب صوباتو الإنجليز، وبالنسبة لهم سيتي لو فلوغون ديال لامارين، يعني الشرف ديال لامارين ديال الإنجليز، وتلقى معاه على بعد 35 كيلومتر، ونيعني نيف قدام نيف كما تقول بالعربية، وشوية بداو تيتبادلوا هذوك لي زوبي لي سالف بيناتهم على بعد 35 كيلومتر. ومن بعد ساعة هذاك البيسمارك هبط الهود لتحت. تشرشي اللي كان هو الوزير الاول في الحرب العالميه الثانيه وصلته الاخبار بلا الهود هبط قاع البحر، وبقى فيه الحال بزاف ومرض فيها، حيت بالنسبه ليه فحال توشى الشرف ديال لونجلتير. دونك جمع عليه هذوك لي زاميغو كاملين وقال لهم لا ميسيون ديالكم دابا هي تغرقوا هذاك البيسمارك باي طريقه، عندكم تو لي مويان خاصكم ديروها. وفحصل الحظ في هذيك الوقيته كان واحد السمارة جاي وكان صيفط واحد لوبول لهذا البيسمارك. دونك هذاك السمارة اللي كان صيفط لوبيو ديالو كانت ضربات لو غوفرناي، ولو غوفرناي هو اللي تيقيد هذوك لي باطو ابابور ولا تريبور، وكان طرات ليه واحد لافاري، ودونك حاول يرجع لفرنسا اللي كانت هذيك الساعه مستعمره من عند الالمان باش يصوب هذه المشكله هذه. دونك البيسمارك ما كانش يدير لي نو بزربه، يعني ما كانش تيمشي بواحد الطريقه سريعه، وهذا الخبر هذا كان وصل لهذوك لي زاميغو ديال تشرشيل، وقالوا هذه هي لوكازيون الوحيده اللي نهبطوه. دونك مشاو ليه كاملين هذوك لي باطو وتتلاقاو معاه على بعد 25 كيلومتر، وبقاو تيصيفطوا ليه هذوك لي زوبو، تيصيفطوا ليه بوندون 24 اور، وكانوا صيفطوا عليه 2800 اوبو دي كانون دو 406 ملم، يعني دي كانون تيصيفطوا واحد لي زوبو اللي فيهم 1200 كيلو طن و200 كيلوغرام، وكلهم كانوا يطيحوا في البيسمارك وما قدوش يهبطوه لوسط البحر. ودونك البيسمارك ولا كله عافيه وصافي، ما بقى فيه ما يدار، ما بقى تيصيفط حتى شي قرطاسات تخرج منه. ودونك هذوك لي زاميغو عيطوا لتشرشيل قال لي راه فوالا لو بيسمارك اللي اور دونجي وصافي، راه واش نكملوا الميسيون ديالنا. وهو بقى فيه الحال على هذاك الود، قال لهم انا بغيت هذاك الباطو ينزل لقاع البحر، واش ما قادينش تنزلوا لي باطو لقاع البحر؟ ودونك شنو داروا هما؟ هي هذوك لي زوبيت
تصيفطوا على 25 كيلومتر حتى كبار بزاف. دونك ايز ايتي اوبليجي هبطوا لي كانون ديالهم ويوصلوا حتى لو بيسمارك على 2 كيلومتر ونص ويتقاودوا معاه مزيان عاد يصيفطوا هذاك لي زوبي باش دونك عياهم عاد هبطوا على البحر. وكما قلت لكم الاخوان في الاول كانوا 2200 مارين في هذاك البيسمارك ماتوا منه ماتوا برسك كلهم بقاو منه مع 114 ونين جا واحد الباطو اونغلي باش يجمع هذوك لي سيرفيفون لقاو في واحد طرف العود واحد المش واقف فوق منه ودونك هزوه حتى هو مع هذوك لي سيرفيفون. كاين واحد السؤال خاصو يتطرح اش يدير المش بعدا في ان كويراسي واش الناس غاديين يديروا الحرب ولا يديو معاهم المشاش. هذه كانت واحد العاده سالت السبعينات 1970 ما بقاش دار حتى في الاول ني كانوا لي باطو تيتصوبوا بلاكورد وتيتصوبوا بالعود كانوا لي باطو تيمشيو من لي بور كانوا يطلعوا الفيران وتيبقاو ياكلوا لهم هذاك لاكورد وياكلوا لهم العود وميم ينزلوا لاكال اللي فيها الماكله وتيبقاو ياكلوها. ودونك الباطو اللي كان تيمشي واحد 4 ايام ولا 5 ايام تيطرا لهم دي زافاري يعني مشاكل يا اما تيتقبل تيتقبل تيديروا شي تقبه وتيبدا يدخل الماء. دونك باش يحيدوا هذا المشكل هذا كانوا تيديو معاهم 10 ولا 15 مشاش تيطلقوا هذوك المشاش في الباطو ومن بعد سيمانه ما تيبقى حتى شي فار تيدور. دونك هذه العاده دي كانت تدير من تدار من لونتيكيتي ونين ولاو لي كويراسي تيتصوبوا بالحديد وداكشي وما كاينش علاش نديو مش بقات عاده حتى لا دوزيام غير مونديال. هذاك الباطو اللي كان جا لقد هذاك المش سام منين مشى لبيسمارك كان سميتو اش ام اس كوزاك. دونك نقدو كان رجع لجبلطار جبل طارق حيت كانت هذيك الساعه مستعمره انجليزيه من هذاك الوقت. ودونك ني كان غادي في الطريق حتى قربوا يوصلوا لجبلطار وما يتلاقاو مع واحد السمارة المون او 563 وصيفط لهم واحد لوبي ونزلهم لو فون. دونك مع كانوا قراب هما لجبلطار صيفطوا واحد لابيل اس او اس وكان جا واحد الباطو اخر سميتو اش ام اس ليجيون ودونك ولي هز المش وداه حتى لجبلطار. من بعد شهر هذاك المش ولا معروف في جبلطار ولا تيعرفوا لو غوفرنور ديال جبلطار وكانت واحد الميسيون وما يطلعوا في واحد الباطو سميتو اش ام اس ارك رويال. ودونك هذاك الباطو باش يدير واحد لا ميسيون عاديه باش اسكورتي واحد لي باطو تتم خارج ليه عاوتاني واحد سومالا او 81 وهذاك لو سومالا صيفط عاوتاني واحد لا سالف ويكوليو هذاك الباطو عاوتاني وجا باطو اخر حتى هو انجليزي وصوفاو عاوتاني هاد لو شال المره الثالثه وهذه كانت هي المره الاخيره حيت غادي يديوه لجبلطار. وهذاك لو غوفرنور ديال جبلطار قال لهم هاد المش هذا يبقى عندي في الدار ما بقى يدير حتى شي ميسيون وتمن بعد عاد غادي يصيفطوه لانجلتير. ودابا الا مشيتو شفتو في الميزي ديال لندن ديال لا مارين راه كاين لو بورتري ديال هاد المش. دونك الاخوان كانت هذه القصه ديالنا ديال هاد المش وغادي ندوزو للقصه الثانيه. بالنسبه للقصه الثانيه هي واحد القصه كما قلت لكم في الاول الفيديو عجيبه بزاف ما تدخلش الراس ولكن هي واحد القصه حقيقيه. دوت لي فاصون الناس اللي وصلوا معنا الفيديو حتى لهاد الدقيقه هادي راه يقدروا ينزلوا المصادر راه كاتبهم في لا ديسكريبسيون وكاين تماك لي سورس وغتعرفوا بالله هادي قصه حقيقيه. القصه غادي تبدا غادي يمشيو للمدينه ديال همدان اللي في ايران وكانت واقفه فيها لارمي بولونيز. اش كانت دير لارمي بولونيز في همدان في ايران؟ كانت جاها لورد من الالمان وكما تتعرف لارمي بولونيز كانت حليفه ديال المانيا ولا كانت هي مستعمره المانيا دونك الجيش البولوني كان بحال الجيش النازي الالماني. هذيك لا 22 كومباني بولونيز كانت غادي تتحرك من ايران للعراق مصر سوريا وفلسطين باش تتحرك لايطالي حيت تما كانت هذيك لا باتاي المشهوره اللي سميتها مونتي كاسينو ودونك المانيا كانت عطاتهم لورد باش يتحركوا لايطالي. دونك ني كانوا هما في ايران وكما تتعرفوا في هذيك الوقيته كانت المجاعه ضاربه بزاف في العالم كامل كانوا على لي كور دارم ولا لي زارمي هما اللي تياكلوا مزيان حيت كانت الدوله هي اللي تتبارتيسيبي لهم في الباكتاج ديالهم. دونك كان جا واحد لهذاك لو كون ديال لا 22 كومباني واحد الدري صغير هاز واحد فاجر معاه واحد الدب كبر منه وبغى يبيعوا ليهم ولا بغى يشونجيه معاهم باش يعطوه الماكله. ودونك دخلوا لهذاك لو كون ديال لا 22 كومباني بقاو تيشوفوا ما يلقاو الدب الا واه ما الي با اغريسيف تيلعب وكلشي
وعطاوه الماكله وايشونجاو معاه، هما بغاو عاي يقصروا معاه هذيك الوقيته في هذاك لوكو على ما يتحركوا وتستق غادي معاهم. هذاك الدب ولا عايش مع هذيك لا 22 كومباني، تيقسموا معاه الماكله ديالهم، تيشربوه ميم الفودكا البيره، تيقسموا معاه الكارو كيما غادي تشوفوا في لي فوتو، وولفوه ولا ميم بعض المرات تيدخل ينعس معاهم في لي طون ديالهم اللي تيديروا الكومبمون. ودونك ولا واحد فحال سولدا معاهم، ولكن هذيك الساعه باقي ما كانش خدا الكراد تاع كابورال. دونك نيت حركات لارمي بولونيز كما تعرفوا من ايران حتى حتى لايطالي، وسيتو مع دوك لي بلاندي تيمشيو بشويه. دونك خدا داك الشيء الوقت بزاف نوصل، ولا تيعاونو مع داك الدب نيت تيوريو كيفاش يهز شي حاجه، وكان تيهز دوك لي كيس ديال المونيسيون اللي فيهم 60 كيلو 70 كيلو، خاص اربعه ديال لي سولدا باش يهزهم. دونك وراو كيفاش تيهزهم، ومعه هو كما تعرفوا الدب، هذا الدب هذا فيه متر 80 وصحيح مزيان، ولا تيهز دوك لي كيس وتيطلبوه يديبلاسيهم لهم من البلاصه لشي بلاصه اخرى، ولا تيهز هذوك لي كيس نورمالمون. دونك ني وصلت لارمي بولونيز لهذاك مونتي كاسينو وطرات هذيك لا باتاي، هذاك الدب عاونهم بزاف حيت كان خاصهم يهزوا بزاف ديال لي مونيسيون وديال الماتيريال ويديبلاصاو به. ودونك كانوا تيتفاهموا مع هذوك لي سولدا وتيفهمهم شنو تيبغيو يقولوا ليه، دونك عاونهم بزاف. دونك ني سالات هذيك لا باتاي دو مونتي كاسينو، هذوك لي غرادي ديال لارمي بولونيز ردوا ليه الاعتبار ديالو لهذاك الوقت، لانكم معاونهم في هذه لا باتاي هذه، وعطاو اوفيسيالمون لو غراد تاع كابورال. هذاك الدب بقى مجاجي مع لارمي بولونيز حتى من بعد الحرب العالميه الثانيه اللي سالات 45، وبقى معاهم حتى 1947. وفي هذيك الوقيته كان جا واحد لوزو ديال ايدنبورغ وبغاو يديو عندهم تماك، ودونك خداوه داو في هذاك لوزو وبقى عايش تماك حتى 1963 ومات على 22 عام. هذيك لا 22 كومباني ديال لي بولوني بدلات الشعار ديالها ودارت شعار ديال الدب هز واحد لوبي كما تشوفوا في التصويره، ودونك هذا واحد سين ديال لو ريسبي على داك الدب كيفاش عاونهم في الحرب العالميه الثانيه. من بعد الموت هاد الدب هذا داروا ليه واحد لي دو ستاتوي، وحده في ايدنبورغ في واحد لو بارك سميتو ستريت بارك، والاخرى في بولونيا في كراكوفي في واحد لو بارك سميتو جوردان بارك. دونك الناس اللي تيسافروا بزاف يقدروا يمشيو لهاد المدن هادو ويشوفوا الحياه ديالو ولا ستاتوي ديالو. الاخوان كانت هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم، كان واحد جوج قصص عجيبه بزاف وكان خاصني نتقاسمهم معاك. لا انت استمتعتي بهذا الفيديو هذا، نتمنى تبارطاجيه ودير واحد لايك وجيم، ونخليكم حتى المره الجايه مع بلقابين ومع قصه جديده وبسلامه.